يعني اللي مش حيموت بصراحة يموت من المرض، غير اللي حيموت من الجوع، وأصعب واحد هو اللي يموت من الجوع. This is Salim. المعايير عشان نقول الحالة هذه سوء، سوء تغذية تجاوزت سوء التغذية وصلت إلى المجاعة. يعني أقصى مراحل سوء التغذية. طفل 8 سنوات. His parents tell Ashwag that before the war they survived as fishermen. But now their boats are at risk of being bombed by coalition jets, leaving them with almost nothing to eat. السبب الرئيسي انه يعني كنت موجوده وهم بيعملوا على اساس انه معتمدين على الدقيق والماء. هذا هو وجبه الفطور، وجبه الغداء، وجبه العشاء، وجبه الاطفال، وجبه المتوسطين العمر، ووجبه كبار السن.